الأمور اليوم والأعمال العسكرية يعني كما يبدو في المشهد أنها يعني أقل حدة من يوم أمس، على ما يبدو أن المهمة العسكرية التي وضعت يوم أمس أمام القوات الروسية بإعادة التوازن بعض الشيء بين القوات الحكومية الأوكرانية وقوات الحشد الشعبي في إقليم دونباس، يعني نفذت، الحديث يدور عن تعطيل 11 مطارا عسكريا تم هذا يوم أمس، بالإضافة إلى تعطيل 3 نقاط تحكم ويعني 18 منصة الرادار. هذه النقاط الحيوية يعني وهي تابعة لسلاح الجو الأوكراني، يعني يمكنها السيطرة على المنطقة، لذلك على ما يبدو تم تعطيلها بشكل جيد.